عباد غرايب وعجيب. غرايب وعجيب. في غرايب وعجيب اليوم باش نحكي لكم على أكثر فندق مرعب في العالم. رعب اصلا على ساقي واحد باش يمشي له من اصله هذا وبليجي ساعات يمشي له. ريتشي فتحي احداث افلام الرعب هذه تتحول لك الى حقيقه مع واحد ماشي باش يترعب ماشي يترعب صحيح. هذا بالتحديد الناس اللي يعيشوه معناها اللي يعيشوه كل من يمشي للفندق الاكثر رعبا في العالم هو فندق كلون موتيل في نيفادا. للوهلة الأولى تعتقد أنه فندق أمريكي تقليدي لكن بين الأروقة متاعه فما برشا أسرار. الفندق هذايا يعد أغرب فنادق العالم أول حاجة أول معلومة أنه يقع بالقرب من مقبرة قديمة اللي سقطوا جبانة وهو ديجا معناه بحذية فما كل حيوت تحتوي على شواهد قبور مخيفة جدا وهي اللي تعطيك الأجواء العامة المرعبة للفندق وهذا اللي يخلي الناس كل ما اللي يدخل غاديكا فما ناس تشيخ بك الرعب هذاك فما الأكثر يشهم لا هما بالأصل ما كانوش البيوت متاعهم أنه يعملوا أوتيل مرعب راهو مو بالزهر ولا كيكا ولا الفندق هذايا من الداخل يضم أكثر من 800 دمية مختلفة الأشكال والأحجام من بينها مهرج معلق عملاق في مدخل الفندق هذا اللي رحب بالزوار وفما برشا دمية صغيرة زيدا. صاحب الفندق هو بيدو معناه قال انه يسمع في الليل خطوات واصوات غريبة حتى انه فكر في اكثر من مرة انه يتخلى على الفندق هذايا اخته ما ينجمش يرقد فيه في الليل. زيدا قال فما قوة الهية معناها كبيرة ديما ترجع تجبدو للفندق هذاك هو قال معناه قد ما يحب يبعد هو ترجع القوة ذيك ترجعوا قال لك فما فيه متأكد اللي فيه أشباح لكن ما مش قاعدين يسبوا في الأذى لا ليا للغيري. المهم قرر مولا الفندق هذا إنه يحسن من الفندق عليك قام زاد شراء دماء أخرى وعمل تغييرات على الغرف والأبواب باش تبدأ مشوقة أكثر وتصبح تجربة الإقامة في الفندق مخيفة لكنها ممتعة في نفس الوقت. وصحيح صاحب الفندق حقق الهدف متاعه وتحول الكلون أوتيل إلى مكان يجذب محبي أفلام الرعب. على الرغم من هذا ظلت بعض الغرف هي الأكثر رعبا وأكثر غرابة واللي هما 108 و109 210 215 و217 اللي عدي ليلة في واحدة من الغرف هذية من على فجيري هز ساك ويقول أبدا لو كان نرجع نعدي حتى درج في الأوتيل هذية والمعروف عنها أنها مسكونة وتسمع فيها أصوات غريبة الليل كامل. على ذلك قرر صاحب الفندق أنه يطلق عليهم أسماء متنوعة كما غرفة التعويذة غرفة عيد الهالوين وغيرها من الأسامي. والغرف هذية ما يدخل لها كان اللي يعملوا له فحص قبل ما يعدي ليلة فم على القلب على الدم على السكر على كل شيء باش يخليه يدخل يعدي ليلة. وفعلا كان الطلب كبير على البيوت هذية ولا سوم البيوت هذية دوبل سوم الأسواق البيوت الأخرى وفما حتى شكون يحب يصور دي دوكيومنتير كل يكري البيت هذية ليلة وليلتين ويمنع الريسبسيون من انهم يجيوه حتى في صورة ما سمعوا صوته يصيح وحتى اللي باش يدخل لباس عليه بصحة جيدة باش يخرج مريض بمرض الكل القلب والدم والغيره. اما ما فهمتش علاش هو ديجا الاسم والكلون تلقى علاش عندهم الكلون يمثل رعب فما افلام رعب تعاملوا بالكلون اي هما جوست هما تعاملوا على خاطر عندهم هما الكلون يمثل رعب اللي احنا لهنا احنا نحسوا نتاع معناها يعملوا الصغيرات كي يجي مع السحار مع ضحك ما فهمتش علاش واخذينه كيك بالرعب ولا الا كيما قلت لك فرحي كان حاجتك 108 109 210 215 217 لازمك تحط فيهم برشا فلوس باش تجم تعدي فيهم ليلة وتمضي على معناها على ورقة انك تحب جماعة الأوتيل يتدخلوا في حالة انك رنيت الجرس وإلا حتى وكان ترن الجرس لمرة واثنين وثلاثة ما يتدخلوش.
لقيت ما نعمل في روحي. انت انا ساعات تبع بيع تعلوش في الليل تقومني ونعز النوم مفجوع نخش تما. تحيه لجيرينا اللي يسكنوا تحتي. ميرسي بوكو اللي معناها جبتوا العلوش قبل بجمعه ونص عايش معنا. والله ربي يجيهم قبل بجمعه هذا. والله ما نعرفش علاش انا جو سوفخ كرهت العيد من قبل ما يخلق. والمشكله انه تلقاه ساعات ما عندهمش صغار ما فهمتش علاش قبل بجمعه جايبوا في العلوش الله اعلم. وتلقاها العلوش ها وطول لسانه يرقد في النهار. احنا كي نبداو مش في الدار ندخل ما الناس ما عادش حسوا. علي عندي لليل في الليل انت تحط راسك عدي ليله كامله هكاك ليله ولا كل ليله حسيت الخير اني نمشي للصويت صنف هذوما ولا نعدي ليله معك العلوش. تلقاي بابا في الدار هذه رجع لي لاخر اي من الدار الاخرى اي ورامون يبدا مو غادي كان ما عينوش فيهم اصلا فاش قاعدين يعملوا هذوما لهنا كانت غريبه جايب اليوم. غريب واجب.